استجابة للخطوة اللي خدها الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفايدة 25%، وبالتالي الفايدة في الولايات المتحدة أصبحت 4.75%، وبالتالي ده معدل غير مسبوق في أسعار الفايدة في الولايات المتحدة الأمريكية. عمرها ما كانت حصلت في أمريكا أن تكون في الفايدة بهذا الشكل، فبالتالي ده ليه تداعيات، سواء تداعيات داخل المجتمع الأمريكي، بالتالي فكرة المشروعات، فكرة الإقراض للمشروعات، فكرة التوظيف، كل ده هيتأثر في المجتمع الأمريكي، وبالتبعية هيتأثر بيه العالم. إذا أمريكا يعني أخذت برد، العالم كله هيعطس بسبب نزلة البرد اللي حصلت لأمريكا، فبالتالي ده أكيد هيكون ليه تداعيات. من دقائق قليلة قررت السعودية والإمارات والبحرين رفع الفايدة في الثلاث دول 25%، نفس الفايدة اللي رفعتها أو رفعها الفيدرالي الأمريكي نفسها من دقائق قليلة أو من ساعات برضو قليلة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي. كل من السعودية والإمارات والبحرين أيضا ترفع الفايدة بنفس المقدار 25%. قطر ثبتت، لسه في دول تانية طبعا ممكن، وإحنا شغالين نقول لحضراتكم الأمور هتمشي إزاي. برحب بدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور عبد المنعم مساء الخير. مساء النور يا فندم، واهلا بحضرتك والساده المشاهدين. كما كان متوقع، ناس كتير متوقعه ان طبعا بالفعل امريكا هترفع سعر الفايده، مفيش مجال، ولكن المره دي 25% مش 75% زي ما تعودنا في المرتين الاخيره. هو كان طبعا مستوى رفع الفايده في الولايات المتحده الامريكيه خلال عام 22 كان لا واخد وتيره اكبر من كده بكثير، اللي هي 0.5% و75 نقطه ثم 100 نقطة اللي هي 1% تقريبا، وبالتالي الرفع وصل لغاية 4.50 يعني 4.5%. النهاردة احنا بنتحدث عن تحديدا 4.75 يعني 5.25 سعر الفايدة. ده كان متوقع لان وده كان معلن ان البنك الفيدرالي الاحتياطي الامريكي اعلن انه هيكون هناك رفع للفائدة على الاقل في الربع الاول من عام 23، ثم يكون هناك اجتماعات يتم اتخاذ اما التثبيت اما بدء انخفاض اسعار الفايده على المستوى الدولار في الولايات المتحده الامريكيه. امريكا بتهدف الى خفض معدل التضخم ناحيه، النهارده التضخم في الولايات المتحده الامريكيه انخفض الى ما يقرب من 6.5%، وده كان في شهر ديسمبر عن يعني مقارنه ب نوفمبر وسبتمبر كان في حدود من 7 إلى 7.5%. لكن الأهم من ده هو حرب العملات. الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول أن تجعل الدولار هو العملة الأساسية رقم واحد على مستوى العالم، فرفع الفايدة يعني زيادة الطلب على الدولار، يعني أن الناس كلها تترك الذهب، تترك العملات الأخرى، تروح للفايدة 5% تقريبا، 5.25% يعني في المية فايدة على الدولار، فايدة عالية جدا عمرها ما حصلت يعني. بالتالي انه هيكون هناك طلب كتير، وده بالفعل يعني في عام 22 احنا كان الطلب على الدولار زيادة عن معدلاته اكتر من 14%. مظبوط، وده طيب نسبة كبيرة جدا. دكتور عبد المنعم، هاخد من كلام حضرتك معنى كده ان ممكن نلاقي الهوت ماني او الاموال الساخنة يعني الاستثمارات السريعة اللي موجودة في دول كتير ممكن تبتدي انها تخرج من اسواق، ومعظم اسواق ناشئة تروح للفايدة العالية اللي بقت 5.25% في امريكا يعني. صحيح، هي معظمها خرج يعني، خلينا نقول ان الاسواق الناشئة زي السوق المصري، الارجنتين، تركيا، بعض الدول العربية، كل دي أسواق ناشئة كانت معدلات الفايدة اللي كانت بتتحقق على الدولار ما بين 2% إلى 3.5%. بالكتير ده بالكتير. هي كان فكرة الأسواق الناشئة قايمة على إيه؟ إن أنا كمستثمر أجنبي سواء كنت شركة أو فرد بطلع للبنوك الأمريكية أو بنوك الاتحاد الأوروبي وباخد مثلا مبلغ وليكن مليون دولار وأبدأ أشتغل عليه باستثمارات في أذون لما كان هناك بزيرو فايده او بفايده اقل من 1%، فكان بيعمل فرق. بالظبط، كان بيعمل فرق حوالي 2 ل 2.5% يدفع الضرايب ويرجع الفلوس تاني ويبقى هو كسب 2% تقريبا. الكلام ده النهارده صعب انه يتحقق، وبالتالي نسبه المخاطره عنده عاليه، فبالتالي هو بيبدا يخرج من كل الاسواق الناشئه وده ويبدا يرجع تاني الى الولايات المتحده الامريكيه، وده اللي خلى ان حركه رؤوس الاموال اللي هي الاستثمارات في الهوت ماني تنخفض بنسبه 43% على مستوى العالم. تمام،
طيب دلوقتي احنا في بكره اجتماع للجنه السياسات اول اجتماع المالية باذن الله في 23 مظبوط كده. تتوقع ايه يعني، او بلاش نقول نتوقع لان الامور دي خليني برضو يعني لازم نكون دقيقين جدا في التعامل مع الامور الماليه الحقيقه، يعني نقول يعني المفترض وفقا للسابق لما كان الفدرال الامريكي بيرفع، هل بتبعيه لازم احنا كمان نرفع الفايده زي ما حصل في السعوديه وفي الامارات وفي البحرين؟ لا، هو اولا الامر مختلف ما بين مصر وما بين الدول الخليج، لان دول الخليج اولا معدل الفائده لديها منخفض، نحن نتحدث برضو على ذات المعدل او نفس المعدلات الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه من 4 إلى 4.5، والنهارده زادت الى 0.25%. النقطه الثانيه، العملات الخاصه بدول الخليج مرتبطه ارتباط وثيق بالدولار، لان في حاجه لو تحديد سعر برميل النفط البترودولار الدولار وليس بيتحدد لاي عمله اخرى. مظبوط وتمام، ده فده مختلف عننا، وبالتالي هنجد ان دول الخليج هتبدا ترفع، هنجد ان دول الاتحاد الاوروبي او البنك الاوروبي المركزي الاوروبي هيبدا يرفع ايضا. وايضا هنلاقي استراليا ونيوزيلندا وبعض بعض من الدول الاسيويه هتبدا ترفع ايضا. لكن بالنسبه لينا في مصر، اتوقع او المحتمل او الارجح ان هيكون هناك تثبيت لسعر الفائده كما هو. احنا هيبقى صعب جدا يكون هناك رفع للفائده. اخر مره كان 3% اللي في ديسمبر، 3% كان في شهر ديسمبر بالظبط، وكان قبلها 2% في شهر اكتوبر. واحنا في عام 22 سعر الفائده زاد في مصر 8%، ودي نسبه كبيره جدا. وخاصه انه فكره انه يكون هناك رفع الفائده، احنا كان عندنا شهادات استثماريه بفائده 25% تم بالزبط توقفها امس، وبالتالي اصبح فكره ان يكون هناك زياده للفايده دي تمثل زياده اعباء تمويليه على الموازنه العامه، تمثل تقليل لحجم الاستثمار. اعتقد التثبيت، وان كنت اتمنى، لو تسالني بقى اتمنى ايه، اتمنى التخفيض. هو طبعا اتمنى عشان تنشط، عشان تنشط الاقتراض للصناعه، ان اللي عايز يطور مصنع يجيب خط انتاج ياخد من البنك بفايده معقوله يقدر يشتغل يعني. تمام، هو النهارده في مبادرات في البنك المركزي ل 11%، وان كنت النهارده دوله رئيس الوزراء تحدث عن فكره ان يكون هناك طرح ل 20 شركه تقريبا. مظبوط. في البورصه المصريه. فانا عايز انشط البورصه، اخلي الناس يبقى معاها سيوله تبدا تتحرك في البورصه، تبدا تتحرك في السوق بيع وشراء. صح. افضل من تجميد الفلوس داخل البنوك. صح. الحصيله ما كانتش قليله، 460 مليار جنيه. 460 ده في البنكين الاهلي ومصر بالظبط، لكن بنك القاهره حقق 20 مليار، وبعض بنوك اخرى حققت حوالي 10 مليار، يعني قربنا من نص تريليون. نص تريليون 500 مليار جنيه مصر. 500 مليار جنيه، فدي حصيله جيده. لكن انا النهارده فكره نرجع تاني لموضوعنا، انا النهارده فكره انه يزود صعب، لكن هو التثبيت هو الارجح باذن الله، ده توقعاتي. وان كنت اتمنى ان يكون الخفض على الاقل التخفيض في المرات القادمه، يبدا يكون استقرار للسوق المصري، ويبدا مع الاطروحات يكون هناك تخفيض عشان اشجع واخلي البورصه في موقف افضل مما هو عليه.